بطبيعة الحال فهو متصدر، ونتيجة التعادل بالنسبة لي هي نتيجة إيجابية بحكم أن فريق الرجاء البيضاوي هو المستقبل. فهذه كرة القدم اليوم كان عليها واحد طابع تكتيكي شيئا ما، وكانت فيها ندية وصرامة. فهذه كرة قدم، جاتنا فرص، تحولنا فرص في الأول ما استغنيناهمش، فهذه كرة القدم، وتحت لهم فرص في الشوط الثاني، تحت لهم فرصة. فالحمد لله تنظن بأن مباراة للنسيان، تنتأسف الجمهور اللي تنقل بكثافة رغم بعد المسافة باش يجي أزر للفريق ديالو، وحنا كنا عازمين باش نحققوا 3 نقاط على الأقل نهدوا عليه. فهذه كرة قدم، تنتمنوا نساو هذه المباراة ونفكروا في المباراة الجاية. الأجواء يعني ما كانش يعني كيف معروف، يعني المباراة كتكون في مدينة الدار البيضاء، يعني هناك كاين واحد الفرق كبير بين الأجواء، يعني اللي بعد المسافة عن الجماهير. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر الجماهير اللي حضرت، يعني اللي خلات الاهل ديالها وخلات للعمل ديالها وجات لتساند فريق رجاء البيضاوي. كنا هنا من هذا المنبر هذا، وكنقول لهم يعني ان شاء الله فريق رجاء البيضاوي غادي يكون الكلمه ديالو مع الدورات، وان شاء الله ما يكون غير الخير من القدام. وكنظن بحكم انك تستقبلوا، فكتعرف ملي كتلعب في ميدان ديالك ولا مستقبل، فالهدف الاول كيبقى هو 3 نقاط. المباراة ديال الديربي دائما كتكون صعيبة شوية من الجانب النفساني للفريقين بجوج، رغم ذلك شتي فريق الرجاء لعب بواحد الارتياح بواحد الثقة، وهو اللي كان في الملعب ولاحظنا ديك الكورة الجميلة اللي كيلعب الرجاء، وخلقنا فرصة ذهبية صراحة من التبادل الكروي كان جيد، ولكن كتبقى الكرة كان ممكن هذاك الفرصة تغير عدة أشياء في المباراة. الجولة الثانية ما نقولش أن فريق الوداد سيطر على المباراة، فريق الرجاء ملك الكرة، خلق فرص ولكن ما كانش كتوصلوش بالشكل المطلوب للمرمى. الوداد بعض اللحظات يعني استغل بعض التمريرات اللي ديالنا كانت خاطئه، ودار بها مرتدات صراحه اللي كانت صعيبه وكان ممكن يسجل. على كل حال احنا كنا كنطمحوا للاحسن، ولكن كتبقى نتيجه التعادل في باش دارت المباراه يعني مرضيه، في انتظار ان شاء الله التعويض في المباريات المقبله ان شاء الله.